للابكار اللي دعمها قناه الاصايل لاصحاب السمو الشيوخ هي 6 كيلومتر. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نلحق بركب المقدمه والصداره هملوله في مقدمه الشوط لهجن الرياسه علي بن مير الوهيبي الظافري من يتابع انطلاق هملوله يرافق هذا الشعار مع مقدمه الشوط ومع المركز الاول. نقلة مباشرة مع المركز الثاني جواهين لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يتولى عملية التضمير. المركز الثالث الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يتابع انطلاق الشاهينية. نقلة مباشرة مع المركز الرابع ومن تتقدم في هذه اللحظات امزاح لهجن الرياسة راشد بن بخيت بن مجارح. المركز الخامس شواهين لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع هذا الانطلاق يرافق هذا الشعار. المركز السادس وصلت مشاهدينا الكرام واتت في هذه اللحظات من تتقدم مشاهدينا الكرام هنا الحذرة لهجن الرياسة صالح بن سعيد بن العارق من يتولى عملية التدريب والعناية التامة. نقلة مباشرة مع المركز السابع من تصل الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. المركز السابع من تهات الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يتابع الانطلاق وصول من شواهين لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع انطلاق شواهين. المركز التاسع في هذه اللحظات من تتقدم مشاهدين الكرام سلهودة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع يتولى عملية التضمير وتنضم نهاب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم فهد بن حصيب بن فهد النعيمي من يتابع الانطلاق. هكذا النداء الأول أكملنا للمراكز العشر المتقدمة. نعود مع هملولة، هملولة على الصدارة، الظافر من يسيطر في بداية الانطلاق في مقدمة الشوط. يقدم لنا هملولة لهجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن ميل الوهيبي من يتابع هذا الانطلاق لهملولة مع البداية والمقدمة. المركز الثاني يمزاح وصلت امزاح انضمت مع المركز الثاني لهجن الرياسة راشد بن بخيت بن مجارح من يتولى عملية التضمير. شواهين مع المركز الثالث لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتابع انطلاقها شواهين. المركز الرابع هنا الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يتابع الانطلاق. انتقل مباشرة إلى المركز السادس من تصل في هذه اللحظات وتتقدم شواهين لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتابع انطلاقها الشاهينية. من تنضم في هذه اللحظات لهجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري من يتابع الانطلاق. وصلت الحذر لهجن الرياسة صالح بن سعيد بن العرق من يتابع انطلاقها. وصول وانضمام من الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري وشواهين لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع الانطلاق. هكذا النداء للمرة الثانية. نعود حيث البداية، نعود مع المقدمة. أمزاح هي من تعلن الحضور تغير للصدارة مباشرة تنتزع المركز الأول. أمزاح لهجن الرياسة صالح بن سعيد راشد بن بخيت بن مجارح من يتابع انطلاق أمزاح. هنا لم طوع من يعلن حضوره ولكن هملولة، هملولة تسللت مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول بقيادة الظافر علي بن ميل الوهيبي من يتابع انطلاق هملولة. أمزاح مع المركز الثاني لهجن الرياسة راشد بن بخيت بن مجارح يتابع انطلاقها. وصلت الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري وصل برفيسور. وصلت انضمت مع المركز الرابع. الأسامي بدأت تقترب من بعضها لبعض. هنا مشاهدينا الكرام تنضم مع المركز الرابع شواهين لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتابع انطلاق شواهين. قد وصول من الحذر لهجن الرياسة صالح بن سعيد بالعرق من
من يتولى عملية التضمير والعناية التامة. المركز السادس شواغين لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتابع الانطلاق. نعود مع المثلث الذهبي، نعود مع البداية، نعود مع المقدمة، نعود مع الثلاث اللي انعزلن بمقدمة الشوط، والقيادة مع من؟ إنها مع شواهين والشاهينية. يا سلام، شواهين تسيطر في مقدمة الشوط لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. البروفيسور من يتابع انطلاق شواهين يعلن حضوره مع القيادة مباشرة مع الصدارة. مشاهدينا الكرام، المركز الثاني الشاهينية لهجن الرياسة، هنا راشد بن محمد بالسم المنصوري بن نشمي يتابع الانطلاق. هنا الانطلاق، هنا الخط المستقيم، هنا الاتجاه، هنا الرقص. يا سلام، هملولة مع المركز الثالث لهجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي. الظافر يتابع الانطلاق، وصلت الحذرة، انضمت الحذرة لهجن الرياسة. صالح بن سعيد بالعرج من يتابع الانطلاق. يا سلام، أمزاح تتقدم لهجن الرياسة. راشد بن بخيت بن مجارح من يتابع انطلاقها، ولا شاهينية تسللت إلى مقدمة الشوط. المستحيل بدأ يغادر إلى الناموس، إلى الإبداع والفوز، إلى الناموس. إن لم يكن رأي آخر مع شواهين مع المركز الثاني بقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. الحذر قادمة بكل قوة مع المركز الثالث لهجن الرياسة، ولكن الإبداع، الرقص. يا سلام، بدأ يبدو المغادرة. هنا أعلنت مغادرة الشوط، أعلن المستحيل الحضور، القوة، الإثارة. يا سلام يا الشاهينية، أسعد الله مساك، أسعدت مساء يا أبو النشمي على هذا الفوز والانتصار والإبداع. من تقدم لنا مشاهدينا الكرام في كل المحافل، تهانينا والناموس لهجن الرياسة. وإلى المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. ها هي الشاهينية منطلقة، انطلاقة الناموس والفوز والانتصار. المركز الثاني من تأتي الحذر لهجن الرياسة، ولكن الشاهينية هي من تسيطر، تنال شرف الناموس، تهدي هجن الرياسة. هذه المؤسسة العملاقة، تهانينا لك المستحيل، تهانينا الراشد بن محمد بالسم المنصوري. أسعد الله مساك يا أبو محمد على هذا الفوز هو الانتصار لحظة الوصول. المركز الثاني الحذر لهجن الرياسة، تهانينا صالح بن سعيد بالعرق. المركز الثالث هملول لهجن الرياسة، تهن علي بن ميل وهيبي أمزاح. رابع المراكز لهجن الرياسة، خامس المراكز الشواهين لهجن الرياسة. هكذا مشاهدينا الكرام، المتعة والتحدي والإثارة، ولكن الشاهينية بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من قدمها لنا مشاهدينا الكرام، وأعلنت حضورها بهذا المسار والانطلاق مهدي هجن الرياسة. هذا الفوز والناموس ننتظر من المخرج العزيز وسام الهواري له الشكر والتقدير من يوافينا بالتوقيت الزمنية في كل شوط. تهانينا والناموس، 9 دقائق 14 ثانية جز يتيما واحد من الثاني. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والتهاني للمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. أما المركز الثاني من وصلة الحذر لهجن الرياسة، 9 دقائق 16 ثانية جزئين من الثاني. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والتهاني صالح بن سعيد بالعرج من قدم لنا الحذرة. المركز الثالث هملولة لهجن الرياسة، علي بن ميل الوهيبي قدمها لنا هملولة، 9 دقائق 18 ثانية 5 من الأجزاء. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في جميع الأشواط.